آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في أمور ديننا وما أقمتنا فيه من أمور دنيانا يا رب العالمين، الفقه والعلم النافع الذي يوصلنا إليك ولا يحجبنا عنك يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بمدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن القاضي شجاع في الغاية والتقريب على فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم نكمل بقية وقت العصر، لأننا في باب مواقيت الصلاة، وقلنا أن وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر، وانتهاء وقت الظهر يكون عند مصير ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال. فإذا كان ظل الشيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس، وينقسم إلى وقت فضيلة وهو أول الوقت، ثم وقت اختيار إلى ظل الشيء مثليه، ثم وقت جواز بلا كراهة إلى الإصفرار، ثم وقت جواز بكراهة إلى ما بعد الإصفرار، حتى يبقى من الوقت ما بقدر ما يسع صلاة العصر فقط 4 ركعات، وهذا الوقت يسمى وقت حرمة، أي يحرم التأخير إليه، وهذا هو الذي وقفنا عليه وقت الحرمة. فقال الشيخ البيجوري: والخامس وقت تحريم، أي وقت يحرم التأخير إليه، فاندفع استشكال بعضهم تسمية هذا الوقت بوقت الحرمة، مع أن إيقاع الصلاة فيه واجب، يعني أنت لازم تصلي فيه واجب، وما اللي يسموه وقت حرمة؟ لأنه يحرم التأخير مش يحرم الصلاة، الصلاة واجبة لكن يحرم التأخير إليه، مع أن إيقاع الصلاة فيه واجب لحرمة إخراجها عن وقتها. ووجه اندفاعه أن الإضافة لأدنى ملابسة، يعني الإضافة لما قلنا وقت تحريم لأن هناك علاقة ما في أن هذا الوقت التأخير إليه حرام، ولكن الصلاة عنده واجبة حتى تدرك، فلأن التأخير حرام فهناك نوع ملابسة أو علاقة بين التأخير وبين هذا الوقت، فسموا وقت حرمة لهذا المعنى، مع أن هذا معنى مشهور متروك، فكأن هذا المستشكل لم يفهم معنى الإضافة، وهو تعلق ما بين المضاف والمضاف إليه وهو موجود هنا، فبين هذا الوقت والحرمة ملابسة لحرمة التأخير إليه، في نوع ملابسة هي حرمة التأخير، فسموا وقت حرمة من أجل هذا، فيسموها إيه؟ الإضافة لأدنى ملابسة. وهو تأخيرها، تعريف يعني وقت التحريم، قال لك وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. بيقول كان الأولى أن يقول وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسعها، لأن التأخير نفسه ليس هو وقت التحريم، ده التأخير هو اللي حرام، وقت التحريم بل هو الذي يحرم، التأخير يحرم، ووقت الحرمة هو أن يبقى من الوقت ما يسعها أو ما لا يسعها، مش كده برضو؟ دي دقة في العبارة علشان يعلمك الشيخ كيف تفرق بين المتماثلات. الإنسان العادي يفتكر أن الكلام واحد، يقول هو تأخيرها أو هو التأخير، يبقى كأنها شبه بعضها، لا عند الفقهاء لا مش شبه بعضها، يبقى الفقهاء بيعلموك من خلال قراءة في مثل هذه الكتب أن تكون هناك عقلية دقيقة فارقة بين المتشابهات التي تشتبه عند العام يظن أنها واحدة، ولكن عند الفقيه ليست الأمور واحدة، ولهذا يربي فيك عقلية الفقيه الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام في الأمور المستجدة بعد ذلك، وهذه فائدة القراءة في مثل هذه الكتب، لأن التأخير ليس هو وقت التحريم بل هو الذي يحرم، التأخير هو الذي يحرم، زي يقول وقت تحريم وبعدين وهو تأخرها، كان يقول وهو التأخير مش كده برضو، لكن تأخرها هو إيه؟ هو اللي حرام، لكن وقت التحريم
هو الوقت الذي إذا بقي قبل غروب الشمس قدر 4 ركعات بس، يبقى هو ده الوقت الحرمة، والتأخير هو اللي حرام. خدت بالك؟ أدي الفرق. ففيه تسمح، يعني فيه مسامحة في العبارة، لكن بالرغم من كده هو ما سمحوش في الحاشية علشان ينبه القارئ أنه يقدر يميز بعد ذلك بين المتشابهات. وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، أو في روايات ما يسعها، والاثنين معناهم واحد. وفي بعض النسخ إلى أن إلى ألا يبقى من الوقت ما يسعها، والمعنى واحد، يعني يبقى من الوقت أدى 4 ركعات أو أدى 3 ركعات أو أدى 2 ركعات أو أدى 1 ركعة كاملة، لأن من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أداء مع بقاء الفرض. ثم بعد ذلك في حاجة اسمها وقت ضرورة، وهو أضيق، أن يبقى من الوقت قدر تكبيرة الإحرام بس، يعني تقول الله أكبر تغرب الشمس، يبقى ده يسموه وقت ضرورة، وده أضيق، وتقع الصلاة فيه قضاء، تقع الصلاة فيه قضاء. وفي وقت اسمه وقت إيه؟ عذر. وقت العذر اللي هو إيه؟ لما تجمعها مع الظهر، في وقت الظهر بيتصليها قبل وقتها، يسموه وقت عذر. يبقى وفي حاجة اسمها وقت إدراك، إنك أنت تدركها أداء ليست قضاء. كل دي تقسيمات عند الفقهاء لأوقات الصلاة. الوقت اللي يسعى 4 ركعات ده يسموه وقت حرمة، يعني يحرم التأخير إليه، لكن أداء، الصلاة كلها أداء. كذلك اللي يسعى 3، كلما ضيقت كلما ازدادت الحرمة للتأخير، كلما ازدادت الحرمة للتأخير، ولكن تظل أداء إلى أن تدرك ركعة واحدة كاملة قبل غروب الشمس. فإن لم تدرك ركعة كاملة قبل غروب الشمس يبقى الصلاة وقعت قضاء، ويبقى الوقت ده يسموه وقت ضرورة، يعني ضروري تصلي برضه ولكن مع الإثم. يعني حتى لو أتم التسليم قبل دخول الوقت اللي بعده برضه اسمه وقت حرمة، لأنه صلاها في آخر لحظة، اسمها صلاة المنافق، الرسول سماها صلاة المنافق. إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها، وفي بعض النسخ إلى ألا يبقى من الوقت ما يسعها، يا إما تحط لا الأول يا إما تحطها قبل ما لا يسعها، والمعنى واحد، لكن الأولى أظهر، الأولى أظهر، يعني التعبير الأول أظهر. ثم بعد ذلك أتكلم على صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب. فقال: والمغرب أي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب، ووقتها واحد وهو غروب الشمس، أي يجمع قرص، أي بجميع قرصها، ولا يضر بقاء شعاع بعده، وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. وقوله وبمقدار إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن، فإن انقضى المقدار المذكور خرج وقتها، وهذا هو القول الجديد والقديم، ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. ده بالنسبة لوقت المغرب. بنقرأ الهامش الأول، بنقرأ الهامش أولا قبل قراءة الحاشية. فيقول قوله والمغرب هو في الأصل اسم لزمان الغروب، أصلا المغرب ده اسم لزمان الغروب، زمن، وانت بتتكلم على صلاة، والصلاة فعل، فازاي تطلق الزمن على الفعل؟ مش كده برضو؟ فيها نوع من النقل، النقل. هو في الأصل اسم لزمان الغروب، ثم سميت به الصلاة المخصوصة لفعلها عقبه، مش لحظته، أي عقب الغروب مباشرة. فالعلاقة المجاورة، لعلاقة المجاورة هنا سمينا الصلاة نفسها المغرب، علاقة مجاورة لأنها تقع الصلاة عقب الغروب فسميت. وبذلك تعلم رد منع بعضهم أن يقول نويت أصلي المغرب. بعض الفقهاء قالوا لا يصح تقول نويت أصلي المغرب، لأنك أنت تصلي عقب الغروب، فإزاي تبقى المغرب؟ وكيف تطلق الصلاة على اسم وقت وهي صلاة فعل؟ فكان الأولى أن تقول نويت أصلي صلاة المغرب، مش المغرب كده، كويس؟ ده في ناس قالوا كده. فبيقول لك عرفت الوقت الرد ان هنا العلاقة المجاورة فيجوز، فلما يجي حد يقول لك كده تقول له لا، لعلاقة المجاورة
أطلق المغرب وهو وقت على اسم الصلاة التي تقع عقبه لعلاقة المجاورة. أدي رد على المعترض، فهمت إزاي؟ تعلم رد منع بعضهم أن يقول نويت أصلي المغرب مثلا لأنه اسم للزمان والزمان لا يصلى، ووجه الرد أنه صار اسما للصلاة المخصوصة لعلاقة المجاورة اللي قال لك. ويكره تسمية المغرب عشاء، كانوا العرب قبل في الجاهلية كانوا يسموا الصلاة اللي بيصلوها مع غروب الشمس كده والظلمة صلاة العشاء الأولى، والثانية العشاء الأخيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في الحديث في البخاري لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاة المغرب العشاء، يعني ما تخلوش الأعراب يغلبوكم ويطلقوا على المغرب دي العشاء. فكده النبي نهى أننا نسميها المغرب أو حتى المغرب الأولى العشاء الأولى حتى نطلق عليها، ولكن يجوز على التغليب تقول العشاءان، يجوز على التغليب على أساس المغرب والعشاء تقول عليها العشاءان على من باب التغليب، لكن إذا أردت أن تفرد إحداهما عن الأخرى فتسمي دي المغرب والثانية العشاء. ويكره تسمية المغرب عشاء ولو مع الوصف بالأولى، يعني حتى ولو قلت العشاء الأولى برضو مكروه لورود النهي عنها اللي هو حديث النبي لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم المغرب العشاء. نعم لا يكره مع التغليب كأن يقال العشاءان في المغرب والعشاء، خلافا لشيخ الإسلام. مين شيخ الإسلام؟ شيخ زكريا الأنصار. اوعى تفتكر ابن تيمية، ابن تيمية أولا حنبلي ودول شافعية، فده كتب شافعية، فإما يقول لك شيخ الإسلام في كتب الشافعية المتأخرين اللي هم ما بعد الإمام النووي يقصدوا به الشيخ زكريا الأنصار، كويس؟ هنا يقصد الشيخ زكريا. الشيخ زكريا الأنصاري قال حتى ولو على التغليب برضه مكروه، رأيه كده. ولكن كان شيخ الأزهر زمان وله مؤلفات كثيرة في الفقه الشافعي وله شروح، وكان عالم في المنطق وصوفي وكان عالم في الفقه، وكان شيخ الأزهر ومدفون بجوار الإمام الشافعي. نويت صلاة العصر برضو يجوز، يجوز. احنا عندنا الشافعية في النية يا سائلي عن شروط النية الفرد والتعيين الايه، يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، ثلاث حاجات شروط النية عند الشافعية. يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، زي ما كانوا مشايخنا يحفظوا لنا كده. ايه شروط النية؟ القصد اي قصد الصلاة، والتعيين اعينها اسمها واقول فرض، لازم اقول فرض عند الشافعية كده والا تبقى نية باطلة تبطل الصلاة. يبقى لما تيجي عند الشافعية لا يشترط التلفظ ولكن يستحب، لا يشترط التلفظ لكن يستحب، ده عند الشافعية. المالكية قالوا التلفظ بدعة، والشافعية قالوا بدعة حسنة، كويس، لأنها تعين على استحضار النية، والوسائل لها حكم المقاصد، فهي تعين على استحضار النية في القلب فتبقى حاجة كويسة، كويس، ده رأي الشافعية. وعشان كده مشهور في مصر تسمع ناس يقول نويت صلاة الله أكبر، مش بتسمع كده لأن المذهب الشافعي منتشر في مصر، مذهب الشافعية منتشر. ايوه دول وهابيه، دول وهابيه حنابله، وهابيه حنابله. احنا بنشرح مذهب الشافعيه الصوفيه، فخلاف من جميع الجهات. يبقى انت تقول ايه القصد، يعني تقف النيه تبقى واقف قاصد الصلاه، واقف متوجه للقبله ستر العوره متوضئ، ادي معنى القصد. وبعدين تقول نويت صلاة فرض العصر، فرض تتلفظ بالفرض، تتلفظ بها لسانا او قلبا ما تفرقش، واخد بالك ازاي؟ لكن كونها اداء ولا قضاء دي سنة في النية، مش شرط في النية، سنن في النية. يبقى النية فيها شروط وفيها سنن مستحبات، اداء ولا قضاء دي سنن. واماما او مقتديا دي سنن برضه، كويس، ويجوز انك انت تنشئها بعد النية، يعني بعد ما تقول الله اكبر تنشئ نية الاقتداء او نية الامامة بعد تكبيرة الاحرام، لكن مع تكبيرة الاحرام
يشترط المقارنة أو السبق العرفي القليل اللي هو كأنه مقارنة، يعني تقولها بلسانك وبعدين الله أكبر. لكن لو قلت كده نويت صلاة العصر وعطست كده عملت كده مثلا، تقوم تعيدها تاني لأن مفيش مقارنة، ما تقولش بعد كده الله أكبر لأن بقى في فاصل، حد فاصل، مش ممكن تاخدك كحة تاخدك عطسة تحصل. فهمت ازاي؟ الحاجات دي كلها مهمة لأن عشان بتظبط صلاتك، عشان تبقى داخل الصلاة على نور، مش قاعد بتعك وبقالك 20-30 سنة متصور ان الصلاة كده صحيح. لا، ادي ميزة حضور دروس الفقه، انك انت تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. زي برضو لو جات لك سعلة وشرقة وانت بتقرأ الفتحة، فقعدت بقى تكح وتبلع ريقك وتدمع وتنف وتعمل طال الفصل في نص الفتحة، تقوم تعيدها من الاول، لان شروط قراءة الفاتحة الموالاة تبقى ورا بعضها، وهنا انقطعت الموالاة فيبقى وجب عليك ان تعيدها. لو ما عدتهاش من الاول وبدات من حيث ايه وقفت، الصلاه باطله لان انقطع الموالاه وهو شرط لصحه الصلاه. فهمت؟ المسائل البسيطه دي مهمه تعرفها. فهمت بقى المساله؟ وقيل التسميه بذلك خلاف الاولى، والمعتمد الاول ان يجوز جمعها على التغليب العشاءان، ويكره تسميتها العشاء. ادي معنى الاول اللي هو ده المعتمد بقى. قوله اي صلاتها فيه ما تقدم. وسميت بذلك، وسميت الصلاه بلفظ المغرب لفعلها وقت الغروب اي عقب الغروب، مش وقت الغروب، هو عقب الغروب بعد ما القرص كله ينزل في الافق يختفي خالص، ما يبقاش باين اي حاجه ولا حاجب للشمس، كله ينزل ساعتها تروح مصلي المغرب. لكن لو باين حتة من القرص برضو ما ينفعش، ما دخلش وقت المغرب، يبقى عقب الغروب، يعني غياب قرص الشمس تماما ايه في في الافق. يبقى ووقتها عقب وقت الغروب لانها لا يدخل وقتها الا عقب وقت الغروب، فالعلاقة المجاورة كما مر، لا الحالية والمحلية، لا هي علاقة الحالية يعني في نفس حالها في وقتها ولا في نفس محل سقوطها، خدت بالك؟ فالعلاقة هنا المجاورة، خلافا لبعضهم، خلافا لبعض الناس اللي قالوا ان العلاقة هنا علاقة حالية او محلية. فهمت ازاي؟ فهو قال لا، ده العلاقة هنا المجاورة. ووقتها واحد، احنا قلنا اوقات الصلوات كلها عند الشافعية موسعة الا المغرب وقتها واحد مضيق على المذهب الجديد، على المذهب الجديد خلافا للقديم والفتوى على القديم. دي من المسائل اللي الفتوى فيها على القديم بالرغم انه يخالف الجديد، في 14 مسألة الفتوى فيها على القديم في الفقه الشافعي كله، والباقي عدا ال 14 دول ايه الفتوى فيها على المذهب الجديد للامام الشافعي. من ضمن هذه المسائل ال 14 هي حكاية ان وقت المغرب بقدر بعد غروب الشمس قدر التأذين والوضوء وستر العورة وصلاة 5 ركعات، بعد كده يبقى صلاتها قضاء حتى ولو لم يؤذن العشاء، ده الجديد. لكن المذهب القديم قال لا، ده ليها وقت ممتد الى غياب الشفق الاحمر، كويس، اللي هو وقت العشاء، اول ما يخش وقت العشاء بقى. يبقى انت لو صليتها طالما قبل غياب الشفق الاحمر تبدأ اداء برضه. فهمت ازاي؟ ده القديم، وده المشهور الان عند الناس. هو ليه قال وقتها واحد في الجديد؟ لان سيدنا جبريل لما جاء للنبي يومين متتاليين في كل صلاة، جاء في اول يوم في اول كل وقت وتاني يوم في اخر كل وقت، وقال ما بين هذين وقت، في المغرب جاءه في اليومين المتتاليين في نفس الوقت، كويس، فما بقاش ليها يعني مسافة وقتية زمنية طويلة. عشان كده الإمام الشافعي في الجديد لما نظر لهذا الحديث اللي هو حدد مواقيت الصلاة قال يبقى وقتها واحد، وقتها واحد ملهاش، مش وقت موسع، ده وقتها مضيق بقدر 5 ركعات اللي هو صلاة المغرب 3 ركعات واتنين سنة، يبقى دي 5 ركعات وبعد كده بقضى وقت المغرب. ده رأي الإمام الشافعي. عشان كده اشتهر عند المصريين يقول لك المغرب غريب، المصريين عندهم ده مش حديث، ده كلام عند المصريين، لانه غريب ليه؟ لانه يجي ويجري وقته بيخلص على طول، فيقول لك المغرب غريب لهذا السبب،
هي ليست بحديث ولكنها فقهيا صحيحة، معناها الفقهي صحيح، فهي كلمة عند الفقهاء وليست حديث، وانتشرت على ألسنة العوام. المجاورة ان يبقى تكون قبلها مباشرة او بعدها مباشرة، ادي المجاورة، والحالية تبقى في نفس لحظتها، والمحلية في نفس محلها ان كان لا محل. المحلية مكان والحالية زمان، خدت بالك؟ بس قولها ووقتها واحد أي لا تعدد فيه، فليس فيه وقت فضيلة ولا وقت اختيار ولا وقت جواز، هكذا، لأن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلاها في اليومين في وقت واحد، أدي السبب، خدت بالك؟ التعليل. لكن هذا مرجوح، مرجوح يعني ليست الفتوى عليه، فهم؟ هذا مرجوح، هذا التعليل مرجوح. والراجح اللي عليه الفتوى أن وقتها ليس بواحد، بل لها سبعة أوقات، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة، والثلاث أوقات دول متداخلين مع بعض، دخلوا في بعض، وهو قد خمس ركعات، ويسموه وقت فضيلة لأنه أول الوقت، يسموه وقت اختيار برضو، ويسموه وقت جواز بلا كراهة، وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها. يطلب لها ايه؟ من وضوء واستنجاء وستر عورة واستقبال قبلة وطلب ماء عند غياب الماء، كل الحاجات دي مطلوبة ليه، يبقى بقدر ما يطلب لها. فالثلاثة هنا اللي هو وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة، الثلاثة دول هنا يعني في المغرب تدخل معا، تبقى كلها وقت واحد، فهمت بقى المسألة؟ وتخرج معا برضو، تدخل معا وتخرج معا، ويدخل بعدها بعد قدر الخمس ركعات دول اللي هو وقت الجواز ووقت الفضيلة ووقت الاختيار، الجواز بكراهة، يبقى بعد كده يبقى وقت جائز وتقع أداء لكن بكراهة، مراعاة للقول بخروج الوقت اللي هو المذهب الجديد، مراعاة للقول بخروج الوقت اللي هو المذهب الجديد، لأنه عنده دليل برضه، فنحترم هذا الدليل، فعلى أقل نعتبر أن تأخيرها لهذا الوقت جائز ولكن بكراهة. وإن كان ضعيفا، وإن كان ضعيف يعني غير معتمد الفتوى عليه، إلا أننا إحنا عندنا نراعي الخلاف، فهمت إزاي؟ مراعاة الخلاف واجب والخروج من الخلاف مستحب، القاعدة كده، مراعاة الخلاف واجب قاعدة تكتبها وتحفظها وتعيش عليها، مراعاة الخلاف بين الفقهاء واجب والخروج من الخلاف مستحب، فهمت إزاي؟ لكن ما تعيش الناس كلها على حكم واحد، ما تبقاش وهابي، الوهابية عايزين يخلوا كل المسلمين مذهبهم وجهة نظرهم فهمهم بس، وعدا ذلك مبتدع ضل في النار، خد بالك، وهذه مشكلة الوهابية، لأنهم لم يتعلموا في هذه الكتب الكبيرة، ولم يتعلموا سعة الصدر ولا سعة الفهم ولا سعة اللغة العربية وإدراك الفقيه الأحكام بطرق متفاوتة حسب فهمه اللغوي وفهمه من حيث الدليل. عشان كده تلاقي الأزهرية ما عندهمش التشنج، اللي تعلموا في الأزهر ما عندهمش التشنج ده، تيجي تسأل عالم الأزهر ما تلاقيش متشنج، تلاقيه مستريح، ليه؟ لأنه تعلم إن الحكاية واسعة وجهات النظر، أو لما تسأل واحد اتعلم على الكتب الوهابية تلاقيه متشنج قاعد كده، كله ضلال، كله في النار، كله بدعة ضلالة، كله رايح في داهية، وهو بس اللي فاهم، أدي الطريقة بتاعته، فنسأل الله السلام. لكن على أي حال هذا المرض قابل للعلاج والشفاء، لأننا شفنا ناس كانوا كده وشوفوا تماما الحمد لله وعولجوا تماما، وفي بعضهم بيبقى مدمن هذا المذهب والمدمن صعب علاجه، لكن نسأل الله السلام. إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، يبقى وقت جواز بكراهة بعد الوقت الأول الوقت الفضيلة، يفضل وقت الجواز بكراهة مستمر لحد ما يبقى باقي من غياب الشفق على غياب الشفق الأحمر قد ثلاث ركعات بس، قد ثلاث ركعات بس، يبقى هنا نخش في وقت إيه؟ الحرمة بقى، ثم وقت حرمة يعني يحرم التأخير لحده عشان ما تصليش الصلاة على آخر لحظة كده،
يحرم انك انت تصلي كل صلاتك على اخر لحظه كده، يعني عيب عليك. فهمت ازاي؟ لان الصلاه كانت على المؤمنين ايه كتابا موقوتا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال قال الصلاه لوقتها، مش كده برضو؟ ثم وقت حرمه، وبعد كده ثم وقت ضروره اللي هو بقدر تكبيره الاحرام اقل من ركعه يعني تدركه قبل غياب الشفق تماما، ده يسموه وقت ضروره. ولها وقت عذر انك تصليها بعد ما ينقضي وقتها مع العشاء، جمع ايه؟ جمع تاخير، وقت عذر يسموه، وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تاخير. فان زدت وقت الادراك كانت ثمانيه. وقت الادراك انك انت تدرك ركعه قبل غياب الشفق، يبقى يسموه وقت ادراك برضه، وده داخل في وقت الحرمه. فهمت بقى المساله؟ واما وقت القضاء فضعيف كما مر غير مره، ده وقت ضعيف، اللي هو لو واحد صلى المغرب في وقتها ثم بطلت صلاته لاي سبب، انتقد وضوئه او اي سبب من الاسباب، او تكلم كلام خارج عن طبيعه الصلاه، يعني فعل فعل نقض للصلاه، فعاد الصلاه ثاني، فهل الاعاده دي سموها قضاء ولا اداء ادراك؟ الراجح ان هي اداء، لان الاولانيه مش محسوبه، وعشان كده قال لك فضعيف، مش وقت القضاء، ده اسمه ضعيف. وهو وقتها ايه هو؟ بيقول وهو غروب الشمس، اي عقب وقت غروب الشمس. لما يقول لك وهو غروب الشمس بتقدر اتنين مضاف، عقب وقت، عقب وقت، كانك انت قدرت مضافين اتنين. فهمت ازاي؟ بيقول لك وهو غروب الشمس، يعني ايه؟ يعني عقب وقت غروب الشمس، يبقى انا قدرت عقب ووقت. فهمت بقى المساله؟ اي عقب وقت غروب الشمس، هو على تقدير مضافين، على تقدير ايه؟ مضافين اتنين، اللي هو عقب وقت. والمراد الغروب التام، مش اي غروب، تفضل لما الشمس تسقط خالص في الشفق ما تلاقيهاش، يبقى ساعتها تقوم تصلي المغرب او تفطر لو كنت صائم، يبقى يحل وقت الفطر للصائم ويحل وقت صلاة المغرب لمن أراد أن يصلي المغرب، كما أشار إليه الشارح بقول أي بجميع قرصها، فلو غرب بعضها فقط لم يدخل وقت المغرب إلحاقا لغير الظاهر بالظاهر، فأن الكل ظاهر. يعني لما بيقول وهو، شوف غروب الشمس، غروب دي فيها مصدر عملية الغروب نفسه، والغروب دي يشمل من اول ما يغيب جزء من الشمس الى ان يغيب كلها. فلما بيقول لك في الشرح اي وهو غياب كل القرص، الحق الكل، واخد بالك، الحق الايه؟ الكل، الظاهر بغير الظاهر وهو البعض. فهمت ازاي؟ ادي معنى علشان يبين لك في الشرح ان يقصد في غروبها هنا اي غروبها كاملة، مش مجرد عملية الغروب، لان ممكن لما تقرا الكلام ده من غير ما تسمع الشرح بعض العقليات تدرك، يقول لك ربما اول ما يبتدي يغرب كده ربعها نصها اسمها غروب برضه، ينفع اصليها؟ لا، يقول لك اي غروب كلها، فهو الحاق الظاهر وهو الكل بايه؟ بالبعض. فهمت معانا الكلام؟ الحاقا لغير الظاهر وهو البعض بالظاهر، فكأن الكل ظاهر ولو غربت الشمس على شخص. بيدي لك بقى امثله كده غريبة شوية عشان يعلم فيك القواعد الفقهية ازاي تعملها. ولو غربت الشمس على شخص في بلد فصلى المغرب فيه ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه، وجب عليه إعادة المغرب. زي ما قلت لك احنا نضرب مثال بأن واحد صلى المغرب في القاهرة، كويس، وركب طيارة في اتجاه الغرب، فممكن الطيارة بسرعة تنزله في المغرب، في مدينة المغرب، يعني في مدينة الرباط مثلا أو طنجة أو أي مدينة من مدن المغرب أو أمريكا، يلاقي لسه الشمس ما غربتش. فهمت بقى المسألة؟ وهو مصلي المغرب في القاهرة، يقوم نقول له نعمل إيه؟ نقول له انزل صلي المغرب تاني، لما تغرب عليك صليها تاني، لحسن إيه؟ يجي واحد يقول لك ما أنا مصليها بقى في القاهرة، والنهاردة هو نفس اليوم، النهارده نفس اليوم انا صليتها خلاص. لا، نقول له طالما هتغرب عليك في اي مكان ولو تعدد غروبها تفضل تصلي في المغرب كده وخلاص،
ويمسك عن الصيام، فإن كان أفطر في القاهرة في رمضان، أفطر في القاهرة وصلى المغرب وركب الطيارة وصل في أمريكا لقاها قبل الغروب، يمسك ويومه محسوب، يمسك ويومه الأولاني محسوب أو مش محسوب، فيها خلاف بقى في الفقهاء، هنمشي على المذهب إنه محسوب، لأن في رأي بيقول إنه محسوب، فتيسير على إحنا نحسب إنه محسوب، ويستحب له الإعادة خروجا من خلاف من لا يجيز. كويس، يوم يمسك احتراما لحرمة الشهر، وأول ما تغرب الشمس يصلي المغرب تاني. واضح الكلام؟ سهلة. فصلى يبقى لما واحد صديقك مسافر أمريكا ويقول لك أنا حصل لي موقف غريب أوي، صليت المغرب في القاهرة ورحت أمريكا لقيت المغرب فضل عليها نص ساعة، ويسألك أصليها تاني ولا لأ؟ تقوم تعرف تجاوب صح ولا لأ؟ تعرف تجاوب على طول، لأنك أنت بقى قلبك جامد، قريتها وفهمتها. مغرب برضه؟ أه مغربين. اه ويبقى فضل كبير من الله، كانه راح صلى خمس فرائض، ست فرائض في يوم واحد، مغرب فرضين، لانه من اهل الخطوه. وجب عليه إعادة المغرب كما نقله الرملي عن افتاء والده. انا ماليش دعوه ولا سابق ولا مستبق دلوقتي، انا ليا ان انا صليت بعد ما غربت الشمس وبعدين رحت حته لقيت الشمس لسه ما غربتش، هصلي المغرب، ماليش دعوه بقى، هقول نويت صلاه فرض مغرب اليوم الله اكبر، مش شرط اقول الموافق كذا كياك وكذا ديسمبر وكذا ذو القعده، لا مش كده. فهمت بقى المساله؟ لكن الليل يسبق النهار في كل الايام السنه الا يوم عرفه، لو انت عايز الدقة بقى. ليلة رمضان بتبدأ اول يوم، اول ما يقول لك ثبتت رؤية الهلال، يبقى ليلة رمضان بدأت تصلي التراويح وتتسحر وتصوم تاني يوم، مش كده برضو؟ يبقى الليل بيسبق اهو في كل الايام الا يوم عرفة. يوم عرفة ليلته بتبقى ليلة النحر. شفت ازاي؟ دي حاجة بقى خارجة عن القاعدة تماما بمناسبة الحج. يبقى يوم عرفة يبدأ من طلوع شمس يوم التاسع من ذو الحجة وينتهي بفجر يوم النحر، يبقى ليلته متأخرة. يخلق ما يشاء ويختار، سبحان. خدت بالك من الملاحظة دي؟ يبقى بقيت السنة كلها كل لياليها قبل أيامها ما عدا يوم واحد في السنة وهو عرفة. يبقى ينفع فزورة؟ ينفع فزورة في رمضان نجيبها فزورة. ها؟ لا، من طلوع الشمس يبدأ الوقوف من طلوع الشمس. لا ده ليلة التروية، يسموها التروية. اللي هي صبيحتها التاسع يسموها ليلة التروية. أحكام خاصة، أحكام خاصة بالحج بس، ليه؟ تيسيرا على الناس، لأن الحج عرفة، فلو خلى ليله قبل نهاره ضيق على الناس الوقوف، لكن لما وسع على الناس يديهم فرصة. يبقى اللي يوصل قبل فجر يوم النحر ويقف في عرفة لحظة أدرك الحج. يستحب على مذهبنا، يستحب على مذهبنا أنه هو يذبح دم على سبيل الاستحباب، لأنه لم يجمع بين الليل والنهار في الوقوف وصح حجه، ويستحب دم ولا يجب، ولو ما ذبحش حجه صحيح. كويس، هيجي في باب الحج إن شاء الله بعد عمر طويل إن شاء الله. أيوه، في إيه؟ طبعا صليت انا الظهر في مصر وطلعت لقيت الظهر لسه ما ادانش في امريكا، اصلي الظهر تاني كل الصلوات، اي بجميع قرصها، يعني يدخل وقتها بغروب الشمس بجميع قرصها، اي ويحصل غروبها بغروب جميع قرصها كما قال الشبرمليسي، في بلد اسمها شبرمليس، عارفينها؟ تبع محافظه ايه دي؟
ها؟ شبرا ملس غير شبرا مانت. ما في شبرا مانت وفي شبرا ملس وفي شبرا خيت وفي شبرا الخيمة وفي شبرا البلد، في كذا شبرا. اذكر ما تعرفه عن شبرا، ناخد السؤال بقى، واخد بالك؟ فهتلاقي شبرا كتير في مصر، مليانة شبراوات، واخد بالك؟ ففي شبرا ملس مدينة تبع أحد محافظات الوجه البحري، فالعلامة ده منسوب ليها، فاسمه الشبرا ملسي. الشبرا ملسي كانوا زمان الأزهر ده مجمع لجميع محافظات مصر بيصب فيه العلماء، فكل واحد ينسبوه لإيه؟ لبلده. يقول لك البيجوري نسبة للباجور، جاي من الباجور، فسموه الإمام إبراهيم البيجوري. وتلاقي برضو الإويسني، حسن الإويسني عشان جاي من إويسني، والفاشني لأنه جاي من الفاشن، وكل واحد تلاقيه منسوب. وطنطاوي، والعجيبة إن طنطاوي تلاقيه كله جاي من الصعيد من سوهاج، وهو طنطاوي مش طنطا. تلاقيهم الطنطاوية كلهم منسوبين إلى طنطا بالرغم إن هم مش طنطا المدينة، لكن جايين. يعني الشيخ طنطاوي شيخ الأزهر ده من صعيد مصر، ها؟ أي تبع سوهاج. معظم الطنطاوية تلاقيهم سوهاجية، حاجة غريبة دي، لكن ماشي. وتلاقي المغربي فلان المغربي نسبة للمغرب، ولو له جد من المغرب يبقى سموه المغربي برضه. وفي المنياوي نسبة للمنيا، والسيوطي الإمام السيوطي نسبة لأسيوط، وابن حجر العسقلاني نسبة لعسقلان جده، كان جده في عسقلان، وهكذا. يبقى تلاقيهم كلهم منسوبين إيه؟ إلى بلاده. والإمام الرملي نسبة لرملة لينجب، في بلد اسمها رملة لينجب في المنوفية، دي رملة لينجب، أو الإمام الرملي منسوب إليه، الإمام أحمد الرملي ومحمد الرملي، في شهاب الدين وفي شمس الدين، الراجل وأبوه، الاتنين علماء كبار من علماء السفهية، محمد اسمه شمس الدين وأحمد اسمه شهاب الدين، كل من اسمه محمد يسموه شمس الدين، وكل من اسمه أحمد يسموه شهاب الدين، فهمت إزاي؟ يبقى أي واحد اسمه محمد ممكن يحط قبل اسمه شمس الدين محمد يسري مثلا، شهاب الدين أحمد يسري لأنه أحمد. فهمت المسألة؟ ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد وظهر وبعث صار كالشمس في قارعة السماء، فأدركه كل الناس، وكان قبل ظهور بعثتي وولادتي كان أحمد، فكان شهابا لا يدركه أحد، فالأحمدية سابقة المحمدية. فهمت إزاي بقى؟ فجاية من هنا، فالشهاب تلاقيه إيه؟ شعاع كده لا يدركه كل واحد، لكن الشمس يدركها كل أحد، فالمحمدية أدركها كل الناس، والأحمدية غابت إلا عن الخواص، لم يدركها إلا الخواص اللي هم قاعدين بيراقبوا الخصائص، فوجدوا الأحمدية سابقة على المحمدية. فهمت بقى الحكاية؟ يلا ما تخرجوناش من الموضوع، خلينا في الموضوع. ولا يضر بقاء شعاع بعده، يعني طالما غابت قرص الشمس كلها ساعات يبقى في باقي شعاع كده طالع، ما يضرش طالما القرص كله غاب. ولا يضر بقاء شعاع بعده اي بعد الغروب، وفي نسخه بعدها اي الشمس، اي بعد الشمس اي بعد غروبها، فهذه النسخه على تقدير مضاف، لكن لابد من زوال الشعاع من رؤوس الجبال والحيطان وإقبال الظلام من المشرق، لأن ذلك علامة الغروب، هذا إن كان هناك جبال أو حيطان. افرض بيني وبين بيني وبين الأفق جبل أو حيطة، ما أنا مش شايفها بقى غابت القرص ولا لا عشان لا يضر شعاع بعده، فطول ما الجبل فيه شعاع أو الحيطة ليها شعاع يبقى يضر هنا، افضل استنى لما يغيب الشعاع ويقبل الظلمة عشان اصلي المغرب، لكن لما يبقى قدام الافق رايق كده يبقى خلاص يكفي غيابها تماما ولو مع شعاع بعدها. فهمت بقى المسألة؟ يبقى امتى يضر الشعاع وامتى لا يضر؟ يضر الشعاع اذا كان هناك حائل بين رؤيتك ورؤية الافق، الافق على بعد 12 ميل، تملي الافق تلاقيه على بعد 12 ميل، واخد بالك ازاي؟ بتشوفه كده لما تبقى في صحراء قاحلة تلاقي التقاء السماء مع الأرض، أو عند البحر الواسع تلاقي التقاء السماء مع الماء، زي اللي بيروح اسكندرية يشوف الأفق، اللي يقعد في صحراء قاحلة زي في سيناء كده وما فيهاش جبال يشوف برضه الأفق.
يبقى على حسب. اللي عايش طبعا في القاهرة هنا قد لا يدرك الأفق، وإلا فيكفي تكامل سقوط القرص فقط، يعني لمن ليس بينه وبين الأفق حائل. فهمت إزاي؟ طيب، وبمقدار الواو هنا عاطفة، يبقى وقت غروب الشمس وقت المغرب بعد غروب الشمس ويستمر بمقدار، يبقى وبمقدار خبر ثاني عن قوله وهو، مش بيقول لك وقت المغرب وهو عقب غروب الشمس وبمقدار، يبقى معطوفة على هو، وهو خبر ثاني يعني، خبر ثاني عن قوله وهو والباء زائدة، ويصح أنها أصلية وتكون متعلقة بمحذوف والتقدير ويمتد بمقدار إلى آخره، كما قدره الشيخ الخطيب الشربيني نسبة لإيه؟ لشربين برضو. فتلاقي معظم علماء مصر منسوبين لبلادهم، واخد بالك إزاي؟ تملي كده، معظم علماء مصر كلهم منسوبين لبلادهم، زي الإمام القرافي منسوب للقراف عشان كان ساكن في القرافة المصرية، فسموه الإمام القرافي صاحب كتاب الفروق، وكان ملكي كبير، بس كان إيه، ما يحبش الأحياء، يقول لك ما يجيش من وراهم إلا الدوشة وغيبة الناس والألف، فراح قعد سكن في القرافة، لأن الميتين لا بيكلموه ولا بيقلقوه ولا بيضيعوا وقته، فراح سكن في القرافة وقعد يألف، فسموه القرافي نسبة إيه للقرافة. برضو عنده وجهة نظر، برضو عنده حق والله. ولا يخفى أن المراد اعتبار وقت هذه المذكورات، وإن لم يفعلها الشخص أو فعل منها شيئا قبل الوقت أو لم يحتاج لها أو لم تطلب منه كأذان المرأة، مش بيقول لك وقتها يمتد بعد الغروب وبمقدار إيه أن يؤذن. طب افرض المرأة ما لا أذان عليها، يعني بمقدار الأذان، لأن المرأة ما بتأذنش لأن اشترت الذكورة في الأذان، مش كده برضو؟ ممكن تيجي الستات اليومين دول يستخنقوا ويقول لك لا احنا عايزين نعين ست مؤذن زي ما عايزين يعينوا ست قاضي. هو في امريكا في واحده بتخطب الجمعه، ليه وليه الرجاله يخطبوا الجمعه؟ انا بعد وانا اخطب الجمعه شغل عك، مش عارف انا بيعكوا بيعملوا ايه. يعني بيقول لك بمقدار الوقت وان لم يفعلها الشخص أو فعل منها شيئا قبل الوقت. افرض أنت أصلا متوضي قبل غروب الشمس، يبقى بقدر وضوءك حتى لو كنت متوضي. فهمت إزاي؟ افرض ستر عورتك قبل غروب الشمس، يبقى بقدر ستر العورة حتى ولو كنت فاعل الحاجات دي، يعني أدي معنى كلامه. أو لم يحتاج لها أو لم تطلب منه كأذان المرأة، ويعتبر أيضا مقدار طلب الماء واجتهاد في قبلة، يعني يعتبر برضو وقت إيه طلب، قدر طلب الماء لمن فقد الماء عشان يتيمم يتحسب برضه، واجتهاد في القبله، انا ما اعرفش القبله منين، فقاعد انا ابص في الايه في السماء وبحدد القبله من الاتجاهات، كل ده وقت يعتبر برضه. وقضاء حاجه او مثلا ايه يعني حصل ان انا اول ما غربت الشمس لقيت نفسي جالي دور اسهال فدخلت الحمام، خلاص على قدر قضاء الحاجه برضه تخش، لان مش معقول ان حصل لي وانا ايه يعني معذور، يبقى كل الحاجات دي يدخل وقتها. وقضاء حاجه واكل وشرب، افرض برضو ميت من الجوع والاكل قدامي على السفره وادنت المغرب وانا ميت من الجوع، او ما اكل بقدر ايه بقدر تلت بطني، مش هقعد ارص بقى واعمل وحلي وكذا نوع واضيع وقت لا يعني بقدر تلت بطني، لان حسب المرء ايه لقيمات يقمن صلبه، لا اكل كده قد تلت بطني، لكن انا مش متعود ان انا اكل تلت بطني، انا متعود اكل يعني ثلاث اربع بطون، يبقى اكل ثلث بطن واصلي المغرب وارجع اكمل بقيه البطون عشان ادرك المغرب. فهمت المساله؟ مش هقعد بقى يعني اوضب الامور لا، ولازم الشاي بعدها ولازم مش عارف اكل حته جاتوه وحلويات شاميه وادوق كل حاجه، لا مفيش وقت، ما هتلاقي الفجر ده يعني مش المغرب كمان والعشاء ده، هتلاقي كمان الفجر ده، فخد بالك. يبقى وأكل وشرب لما في الصحيحين، الرسول قال إيه؟ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، لأن ما تجيش تصلي وأنت ميت من جوع ومخك في الأكل. واخد بالك؟ فهذه المسألة. ولا تعجلوا على عشائكم، وهو محمول على الشبع الشرعي. شوف محمول على إيه؟ على الشبع الشرعي. وهو بقدر الثلث، ولا يكفيه لقيمات
يكثر بها حدة الجوع، كما صوبه في التنقيح وغيره، خلافا لما في الشرحين. الوجيز، كتاب الوجيز للإمام الرفعي، للإمام الغزالي، كتاب الوجيز في الفقه للإمام الغزالي، شرحه الإمام الرفعي شرح كبير وشرح صغير، أدي الشرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير للوجيز اللي هو تأليف الإمام الغزالي للإمام الرفعي، شرحهم، سماه الشرح اسمه إيه، فتح القدير، الشرح الكبير اسمه فتح القدير، 10 مجلدات بيشرح فيه الوجيز، خلافا لما في الشرحين والروضة، لأن في الشرحين والروضة، روضة الطالبين، اختصر فيها الشرح الكبير الإمام النووي، سماها روضة الطالبين، اختصر الشرح الكبير الرفعي في كتاب سماه روضة الطالبين، مطبوع في حوالي 9 مجلدات الآن. فالإمام النووي في الروضة ومشي على كلام الإمام الرفعي في الشرح الكبير، وقال إن بقدر لقيمات يكسر حدة جوعه بس ويروح يصلي المغرب. قال لك لا، ده هو يفضل ياكل بقدر 3/4 بطنه، مش بقدر ايه ما يكسر حدة جوعه، لا يطول شوية، طول شوية على قد ايه ما ياكل 3/3 بطن. وعلى كل ما هو يقصد العشاء والعشاء، ايوه وسماها العشاء هنا بالاسم العرفي علشان ما تشتبهش عند العربي، لانه كانوا يسموا دي العشاء، فاحيانا النبي يسميها كده علشان يحدد المعنى، لان ساعات العرف يغلب، قبل ان، لان كان العرف قبل الشرع، فالنبي يتكلم بالعرف الاول وبعدين يجي يغير بعد كذلك العرف بالشرع. فهمت ازاي؟ وعلى كل فلا يعتبر الشبع الزائد. يبقى ايه؟ يبقى في موضوع الاكل قبل المغرب للجائع في وجه، قال لك لقيمات بس بقدر ما يكسر حدة الجوع، وده اللي قاله الامام الرفعي وصار عليه الامام النووي في الروضة، كويس، وما كان في الوجيز للامام الغزالي، وبعدين بعد كده قالوا لا، ده له ان يأكل بقدر ثلث بطنه وما يزودش عن كده. يبقى في عندنا رأيين، رأي يكسر حدة الجوع ورأي يزود شوي بقدر الثلث. وعلى كل الرأيين، يعني وعلى كل، فلا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي، لأن هذا مذموم أصلا في كل حال، يبقى في المغرب أشد لأن وقتها ضيق. الشبع الزائد عن الشرعي اللي هو أكثر من 3/3 بطن ده مذموم في كل وقت. فهمت المسألة؟ فيبقى بقى في وقت المغرب من باب أولى بقى. ولذلك قال بعض السلف: أتحسبونه عشاءكم الخبيث؟ وأنتم فاكرين العشاء بتاعكم اللي بتقعدوا تاكلوا فيه 2 3 ساعات؟ إنما كان أكلهم، يعني أكل السلف الصالح اللي هم الصحابة، لقيمات، وقد ورد حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. دلوقتي ياكل لحد ما يقول لك مش قادر اخد نفس، هاتولي مهضم، هاتولي فوار، هاتولي ازازه 7 اب، وبعدين بعد ما ياكل ويتكرع يقول عندكم كنافه؟ حاجه غريبه. فربنا ينجينا يا سيدي. ولا تعجلوا، فين احنا فين؟ ولا تعجلوا على عشائكم، يعني ما تعجلش على عشائكم، على عشائكم ما تعجلش للمغرب وتترك الاكل يعني وانت تشتغل، على عشائكم بكسر العين. يعني اللي هي المغرب، لا يقصد بها المغرب، لان بالغداة والعشي، مش الغداء والعشي، الغداء اللي هو الصبح والعشي اللي هو غروب في اللغة العرفية، ثم بعد ذلك الشرع جاء قيد العرف هنا في الوقت ده وسمى الصلاة بتاعته المغرب، وظل اسمه من حيث اللغة العشاء، بالغداة والعشي، ولا تعد عينك عنهم، الذين يدعون ربهم بإيه، بالغداة والعشي. فهمت ازاي بقى المعنى؟ في النبي بيكلمه هنا بالعرف بتاعه، كانوا زمان يأكلوا أول النهار وجبة آخر النهار، هي وجبتين. فسألوا أحد السلف، قالوا له اللي ياكل 3، قال له يبقى يتخذ له معلف، يبقى ده قاعد بقى بيحشر طول النهار، ده عايز له، عامل له معلف،
هي يا دوب وجبتين، أكلة الصديقين وجبة واحدة وأكلة الصالحين وجبتان. قالوا طب والثلاثة؟ قال يتخذ له معلفة، ما نعرفهاش دي، فاهم؟ لا اه بالليل وانا، لان ده مع اقبال الليل، وهنا بيتقابلوا مع بعض بتوع النهار لسه في صلاة العصر، وبتوع الليل جايين يستعدوا يستلموا، سلمني وسلمك. فعند الاسلام والتسلم بيبقى قبل وقت النبطشية الثانية وقرب نهاية وقت النبطشية الايه، فبيتقابلوا في العصر، فهمت؟ والفجر والعصر. اه وعلى كل فلا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي، لأن هذا مذموم. ولذلك قال بعض السلف: أتحسبونه عشاءكم الخبيث؟ إنما كان أكلهم لقيمات، وقد ورد حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فثلثا لطعامه، وثلثا لشرابه، وثلثا لنفسه، وورد ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من الناس، كل ما ذكر هو الايه، الوسط، الانسان العادي اللي هو مش شره ولا هو اصلا نفسه مسدوده ما بياكلش، ياخد وقت قد ايه ياكل تلت بطن؟ 5 دقايق، 10 دقايق، بهو ده المعتبر. خدت بالك؟ ادي المعتبر، مش المعتبر الناهم ولا المعتبر اللي هو ما بياكلش نفسه مسدوده، اللي المصريين يسموه مسموم. المصريين اللي الواحد نفسه مسدوده يقول لك ده فلان ده مسموم، يعني ما بياكلش الا قليل خالص، عايش على الهوا. على المعتمد لا من فعل نفسه، خلافا للقفال. القفال قال لا، كل واحد على حسب تلته بقى، وكل واحد اضرب تلته. قالوا له لا، المعتمد الايه، العرف العام المعتدل، والا لازم ان يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له، بمقدار ما يؤذن اي التاذين. فما مصدريه ولو قال بمقدار الاذان لكان اولى، لان كلامه لا يشمل الانثى لانها لا تؤذن، فإن شرط الأذان الذكورة. كويس؟ الشخص بدل من الضمير الفاعل أو على تقدير أي، ووجد التصريح بها في بعض النسخ، فلا يرد أنه يلزم على كلامه أن المصنف حذف الفاعل. ويتوضأ أو يتيمم، ويتوضأ أو يتيمم، أي أو يجمع بينهما، فأو مانعة خلو تجوز الجمع، أو دي ساعات تبقى مانعة جمع أو مانعة خلو، في المنطق، في علم المنطق، في حيث التقسيم، يا إما بتمنع الجمع أو تمنع خلو الأمر من أحدهما، يعني لازم يبقى واحد فيهم، يسموها مانعة. فهنا أو دي بيقول لك مش مانعة جمع، لا، يعني ممكن يجمع بين الوضوء والتيمم، زي واحد مثلا إيه، ساتر حاطط جبيرة على جزء من جسمه، يقوم يتوضأ في الجزء اللي مش مستور ويتيمم عن الجزء المستور، فيبقى جمع بين الوضوء والتيمم. وعشان كده أودي مانعة خلو، يعني لا يخلو الأمر من أحدهما وضوء أو تيمم، ولكن ليست مانعة جمع قد يجمع بينهم. أدي معنى مانعة خلو ومش مانعة جمع. فهمت بقى المسألة؟ أي أو يجمع بينهما، يعني بين الوضوء والتيمم، فأو مانعة خلو تجوز الجمع. ولو قال ويتطهر لكان ريحنا، لكان أولى، يعني كان ريحنا، بدل ما يقول وضوء أو تيمم يقول يتطهر، لأن افرض عليه جنابة هيغتسل، مش كده برضه؟ مش هيتوضأ ولا يتيمم، يغتسل. فكان يقول لنا يتطهر ويريحنا بكلمة واحدة. أدي معنى كلام الشيخ. ما احنا قلنا ده باب التيمم، ترجع له بقى متسجل، لأن قعدنا باب التيمم 3 شهور، فترجع له بقى في التسجيل. ولو قال ويتطهر لكان أولى، هو بيتيمم وقت ترتيب العضو، يتيمم وقت ترتيب العضو، يعني أنا إيدي اليمين متغطية بالجبيرة، فأروح أنا غاسل وجهي في الوضوء وغاسل إيدي الشمال لأنها عريانة، وأروح منشف إيدي ومنشف وجهي واضرب على التراب وانوي التيمم عن اليمنى، لان ده وقتها قبل مسح الراس. فهمت ازاي؟ وبعد كده اروح ماسح الراس وبعدين اغسل رجلي الاثنين، يبقى كده اتوضيت وتيممت. فهمت بقى المساله؟ يبقى على حسب ترتيب العضو باختصار يعني.
احنا قلنا التيمم، ما احنا هنرجع بقى لباب التيمم شرحناه زمان. التيمم قلنا يا الشروط فيه فروضه، يعني النية، فروض التيمم النية مع القصد، مع القصد واخد بالك، يعني مع نقل التراب، وبعدين مسح الوجه والكفين الى المرفقين، الى المرفقين عندنا كشافعية، واضح؟ والترتيب على ما ذكرنا، خدت بالك؟ هي دي الشروط بتاعت التيمم. واحد بيصلي المغرب في بيته مش في المسجد، ودخل له حق، يعني هو ما كانش يعرف ان هو جعان قوي، او ما حسش ان هو جعان قوي، دخل في المغرب حاسس ان هو مش مركز خالص. الاكل على السفره؟ والاكل موجود. على السفره ولا لسه هيسخنوه؟ سؤال بس. اصل بتحصل الحكايه دي، من اسالني انا، من عارف. يقول لك الاكل جاهز ويقعدوا لك ربع ساعه لما يسخن، اكون انا صليت المغرب بقى، صح ولا لا؟ بيتكلم هنا ان الاكل قدامك وانا جعان والاكل قدامي، اقعد ولا اروح اقول الله اكبر؟ قال لك لا اقعد، وبقدر ما ايه ما تلت بطنك وقوم صلي. فهمت ازاي؟ لكن لو الاكل في المطبخ حلاني بقى على ما يولعوا ويسخنوا ويوضبوا ويعملوا لك سلطه، تكون صليت المغرب، مش كده برضه؟ يبقى بتختلف. صليها بلا تركيز، ما انت كل صلاتك بلا تركيز، اشمعنى دي؟ حاجه غريبه يعني. وانت ده انت لما بتاكل هتتوخم، تقعد تتاوب وعايز تنام، وتاكل لك صدغ بصل قد كده يطلع على نافوخك ينيمك وانت في التشهد الاخير، ما ينفعش. صلي الاول تدرك الوقت. يبقى أي أو يجمع بينهما، فأو مانعت خلو تجوز الجمع، ولو قال ويتطهر لكان أولى، ليشمل الغسل والتيمم وإزالة النجاسة كمان التي تزول عن قرب. النجاسة تزول عن قرب، إنما ما يجيبش نجاسة بقعة ويقعد بقى يدعك فيها ويجيب إريال ويعمل مش عارف إيه ويعملي غسيل بقى وتشطي غسيله، لا ما ينفعش، هتضيع وقت المغرب. نجاسة تزول عن قرب، نقطة بول كده يروح غسلها في لحظة، حاجات كده، انما ما يجيبليش نجاسه بقعه ويقعد بقى يعملها، يغير الثوب ده، يلبس ثوب ثاني ويلحق المغرب. التي تزول عن قرب، والا فقد لا يزول طعم النجاسه مثلا الا بالحت والقرص، والاستعانه عليه بنحو صابون واشنان، وربما يستغرق ذلك وقت المغرب. مش كده برضه؟ طيب، ويستر العوره. نكمل ان شاء الله هذا يوم السبت القادم باذن الله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بالنسبه للطفل اللي بيقول على المسجد، حضرتك يجب ازاله النجاسه منها بعد ما شفنا المساجد يعني؟ ينضح اذا كان لم يطعم ماء وكان ذكرا، يبقى ينضح. انثى او بعد ما طعم غير البتاع، يبقى يجب غسلها، او تترك حتى تجف تماما، وبعدين يفرش عليها مشمع جاف وملايه وينام عليها ولا يجرى له حاجه. طيب ما هو ممكن ما انا قلت لك اعمل مشمع، خد بالك احنا شافعيه، تعمل مشمع تجف الاول، انشرها في الشمس كده في البلكونه يوم واتنين لما تنشف خالص، كويس؟ ويبقى عليها خريطه العالم، ما يجراش حاجه، وبعدين بعد كده تروح حاططها، وتروح حاطط عليها مشمع ولو رقيق، وبعدين تفرش عليها ملايه عاديه قماش ونام عليها حتى لو مبلول، ما يجراش حاجه. ليه بقى؟ لان تحتك مشمع، المشمع ما ينقلش، سهله سهله. ولما اولادك يكبروا ابقى نجد تنجيد جديد واخلص وريح نفسك. ايوه. بالنسبه للسجاده نفس الكلام، يعني انا لو عندي نجاسة على أرض وجفت، أفرش عليها مفرش أو مصلية جافة طهرة وأصلي. أيوة، أمال إيه؟ بالسمك الرقيق ده يجوز، أفرش أروح مصلية كده وأروح أصلي، خدت بالك؟ إحنا بنتكلم على واحد متيقن مش بالشك، أنت بتسأل إنه مش خلاص، طالما مش مدرك صلي حيثما أنت، هو لو مكان جاف خلاص احكم بطهارته،
خلاص طالما انت شايفه طاهر جاف اهو، هو مش باين عليه الاستجابة الغلط. خلاص مش شايف، خلاص صلي. ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذك بإيه؟ مش بنفس الأمر، بالواقع. الواقع قدامي انه ناشف وانا ما شفتش فيه نجاسة، فربنا يؤاخذني بالواقع لا يؤاخذني بنفس الأمر. قد يكون من سنة واحدة آية في الحتة دي وجفت، ان ايه عرفني، ماليش دعوة، ربنا مش هيأخذك، هيحسب لك صلاتك يعديها لك. صحيح، واضح الكلام؟ بس ربنا رحمته واسعة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لو خد على طرف الشمس يعني الصبح كده، هو الشمس احسن حط ايه؟ يعني الشمس الجاده دي اول ما هو الشمس لا تطهر، تجفف بس لكن ما تطهرش. الله، انت دلوقتي جابول على ثوبك ونشفته في الشمس يبقى طهر؟ طيب يبقى لازم يتغسل برضه ولا ايه رايك؟ بس والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.